بداية نترحم على روح مجاهد كبير أهو على الصورة، دمه نيت موش، دمه حسب شرف إني عرفته من خلال صديق قدمه لي تقريبا ثلاثة أربع اختارات، مش نقول عليه مجاهدين تاع الصح وناضين تاع الصح. هذا لما كمل حرب التحرير الجزائر ذات الاستقلال دخل المعارضة لأنه ما عجبوش الوضع اللي كان ذاك الوقت، والتحق بصفوف لفافاس مع حسين عيد أحمد الله يرحمهم جميعا، وكان الموهوب من أوفى الأوفياء، وفي راجل وفي وراجل صادق مع نفسه وما استفاد من والو، عاش في المنفى ومات في المنفى، عاش في المنفى ومات في المنفى، البلاد اللي حررها ما عاشش فيها، البلاد اللي حررها ما عاشش فيها. توفى في مستشفى فرنسي في باريس، في مستشفى سان جوزيف في 14 اروندسمون في باريس، من عمر يناهز 83 سنة، 83 سنة كلها كان يعني مخصصها للجزائر اللي خدمت الجزائر. بعد ما حررها من الاستعمار ناضل من أجل الديمقراطية في الجزائر واحترام حقوق الإنسان. الشيء اللي راح يعني راح نديه هو أنه نهار الخميس 30 نوفمبر العشرة تاع الصباح الجثمان تاعو راح يوصل للجزائر العاصمة وراح يدفنوه في بلاد قبائل. على كل حال الناس يحبوا يروحوا يزوروا يشوفوا الجثمان ديالو في لاشامبر مورتوير في لوبيتال سان جوزيف، تم هذا نهار السبت 25 نوفمبر من الساعة الواحدة الساعة الثالثة، ونهار الأحد 26 نوفمبر من الساعة الواحدة للساعة الثالثة، وفي بيته نهار الأحد 26 نوفمبر من الخمسة للتسعة الليل تكون فيها يعني قاعدة في نابر الصحراء باش يترحموا عليه. وطبعا كما قلت نهار 30 نوفمبر الثمان تاعو يوصل للجزائر العاصمة، ومليه اكيد راح يمشي بلاد قبائل اللي يدفنوه في ارض الاحرار مرث المزير، بلاد قبائل اللي من زهرة شباب بها باش تحرر. الله يرحم الفقيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جنانه.
لا سوز اوبليجي باش نربط هنا مع ما يحصل في القبائل، هذا معناه ده موهوب من بلاد قبائل. نشوفوا بلاد قبائل كيفاش راهي اليوم، شوفوها كيفاش راهي اليوم، شوفوها دابا الفرنسي.